حافزا لمواجهة التحديات، العرادة يشهد عرضا عسكريا لوحدات رمزية من شرطة مأرب، تفاصيل عاجلة فلنتابع. قال عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني اللواء سلطان العرادة اليوم أن النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تمثل حافزا لمزيدا من الجهود والإنجازات في مواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة في ظل استمرار اعتداءات الحوثيين. جاء ذلك خلال حفل تدشين المرحلة الثانية في العام التدريبي 2022 لشرطة محافظة مأرب، شهد فيه عرضا عسكريا نظمته وحدات رمزية من وحدات شرطة المحافظة المختلفة بمناسبة تخرج عدد من الدفعات الأمنية في عدد من المجالات التخصصية والقتالية.